أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني and
أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم صدق الله العظيم.